ماشي، خلينا ندخل هلأ. طب كيف شو الخطوات والنظام الحياتي اللي بدنا نسويه اللي يمنع ويساعد إن ننظف الدماغ ونحسن من طاقته؟ من ناحية المواد، أول شيء اللي بيهمكم أكتر شيء أنتو الموضوع الغذائي، اللي أنا بحسب رأيي الشخصي أنا ما في عندي مشكلة في المواد الغذائية اللي بحتاجها الجسم، أنا باخذها في نظام حياتي اليومي، باكل خضروات، باكل مكسرات، باكل حمضيات، باكل رز، باكل بطاطا، باكل أسماك، كل هذا موجود فما عندي نقص. بس للتأكيد الدماغ بده المكسرات على شكل كبسة في كبشة في اليوم، مكسرات نية اطحنوها زي ما حكينا لكم، الحبوب والمكسرات منها السمسم، منها الكزحة او الحب السوداء، منها حبوب الرشاد، منها المكسرات البندق، الجوز او عين الجمل، عندكم الكاجو، عندكم اللوز، اللوز كويس كتير، هذه كلها تحتوي على المواد اللي بدنا اياها اللي هي الأوميغاز 3 والأوميغاز الثانية، بتحتوي على الأحماض الأمينية، بتحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والأملاح هذه اللي بحاجة لها الدماغ للتوصيلات العصبية، احنا بحاجة لأملاح. فهذا الخليط المكسرات بتخلطوا الكميات اللي بدكم اياها، بتحطوها مع العسل، وهذه تكون ملعقة ملعقتين في اليوم. العسل طبعا بودي جلوكوز بشكل سريع على الدماغ بدون واسطة الجهاز الهضمي، يعني نحط اشي هيك ملعقة عسل، نص ملعقة في فمنا وما نبلعه، خلاص الجلوكوز هذا بوصل بشكل مباشر. نفس المبدأ بيشتغل الروائح العطرية هذه ل تنشيط الدماغ، اللي هي الطيور الزيوت العطرية اللي موجودة في هذه الأعشاب، هلا هنحكي لكم إياها. بس هذه بتدخل على الدماغ من سقف الحلق، من سقف الجيوب الأنفية، هناك المواد هذه اللي موجودة مباشرة بتخترق مع الأعصاب ومع الدورة الدموية، بتوصل للدم وبتوصل للدماغ. الدماغ شو هو الدماغ؟ الدماغ هو عبارة عن الأعصاب، وفي عندكم الغدد، ما تنسوا كلها الغدد السماء، هذه الغدد السماء اللي في عندنا الغدة النخامية اللي هي الأساسية والماستر اللي بتنظم كل حركة الغدد الثانية، في عندنا الغدة الصنوبرية هذه اللي مسؤولة عن إفراز الميلاتونين، وهذه بدون تحفيز الغدة النخامية ما بنقدر نشغل الصنوبرية والميلاتونين. إذا ما شغلنا الغدة النخامية ما بتودي أوامر وبتنشط الغدة الدرقية اللي هي جاي لقدام، يعني سيطرة الدماغ على الجسم وعلى وضعنا بيكون من خلال طبعا الأعصاب اللي هو النخاع الشوكي اللي بينزل، هذا جهاز عصبي مركزي، الدماغ والنخاع الشوكي. النخاع الشوكي بيطلع الأعصاب اللي بتنزل على الإيدين، بتروح على المنطقة الباطنية وبتنزل على الرجلين. جزء من الجهاز العصبي بيكون إرادي، يعني إحنا متحكمين فيه، وجزء بيكون لا إرادي. هلأ عضلات بدي أحني، بدي أمشي، بدي أضرب، بدي آكل، بدي كذا، هذا إرادي، هذا أنا بتحكم فيه. اللي مش إرادي اللي هو السمبثاوي والبراسمبثاوي، هذا لا إرادي، هذا اللي بتحكم في الأعضاء الداخلية، هذا بتحكم في عضلات القلب، ارتفاع ضغط، نقص ضغط، ارتفاع في حركة المعدة أو الأمعاء، نزول، ارتفاع في التنفس، في حركات التنفس، نزول في حركات التنفس، كله بالسمبثاوي والباراسمبثاوي. السمبثاوي اللي هو مسؤول عن عملية التحفيز، يعني السمبثاوي بيرفع الضغط، بيرفع حركة التنفس، بيرفع الحركات الحيوية، بيرفع الحرك، والباراسمبثاوي هذا بيحاول يهدي، بيحاول يهدي الأعصاب، بيحاول ينزل الضغط، بيحاول يرتب موضوع الكولون العصبي هذا ويهديه، فوظيفته تهدئة. اذا السمبثاوي بيكون فعال اكثر وين احنا بحاجه لطاقه وبحاجه لهمه وبحاجه لحركه وادرينالين وهرمونات اكثر في الفتره في النهار، فبيكون فعال اكثر شيء في النهار، وفي الليل لما نروح ننام بتفعل مين؟ الجهاز الباراسمبثاوي. هلا بدي اجي على موضوع النوم
وبالداجة على موضوع الوضعيات النوم اللي هو النوم أساسي في موضوع غسل الدماغ، إزالة كل المشاكل اللي موجودة فيه وكل الصدى اللي فيه في فترة الليل. شو فترة الليل بتتميز عن فترة النهار؟ فترة الليل بتم فيها عملية نقل النهايات العصبية أو المعلومات اللي كانت في المنطقة هذه في النص بتدخل للهارد ديسك، يعني بتصير فيها الذاكرة اللي بدنا نحفظها للأبد في دماغنا، فبيتم انتقال جزء من المعلومات أو كل هذا حسب نومكم للطبقة العلوية اللي بدها تأخذ القرارات وتستغل هذه المعلومات لأخذ القرارات، تنفيذ القرارات وأخذ القرارات اللي هي المنطقة الأمامية. ففترة الليل نقل معلومات، فترة الليل غسيل للدماغ، غسيل للدماغ لأنه الدماغ زي أي عضو ثاني في الجسم فيه جهاز لمفاوي. الجهاز اللمفاوي معناته الجهاز اللي بيطلع الفضلات من الخلايا. هذا الجهاز مكون طبعا في عنا زي فين الأوعية الدموية، في عنا الأوردة اللي بتطلع من المنطقة الأمامية، بتطلع من المنطقة الخلفية. الجهاز اللمفاوي بيكون كمان هو السائل اللي محيط في الدماغ. الدماغ هذا بيسبح في داخل الجمجمة في السائل. هذا السائل بيحفظ الدماغ وبيوازنه داخل الجمجمة وبيعمل عملية تنظيفات داخلية أثناء الليل، وبيطلع السائل هذا السائل من السباينال فلويد من النخاع الشوكي وبيضله طالع اللي ننهي من عملية التنظيفات. فالنوم ضروري، والنوم العميق هو النوم المناسب لعمل العمليات الحيوية. العميق لازم ندخل في فالات معينة، يعني في مرحلة النوم اللي بنكون كل أعضاء الجسم هيك مسترخية، فمعطي المجال لها العمليات الحيوية إنها تكون موجودة. فالنوم أساسي من 10:30 11 فترة الليل للصبح، والاستيقاظ صباحا 5:30 6 هذه أساسية. الأساسي كمان وضعية الفرشة إنها تكون فرشة صحية، والمخدة مع وضوع المخدة الكويسة اللي هي بدكم تحطوها متخدة رقيقة وتحطوا لفة البشكير هذا حوالين الرقبة زي ما فرجناكم، اللي الرقبة بتكون في وضعية مريحة. هاي الوضعية المريحة هي اللي بتضمن النوم العميق، وهي بتضمن إزالة لكل السموم هذه اللي موجودة عن طريق الجهاز اللمفاوي فترة الليل بشكل أسرع، لأنه الفتحات بتكون مفتوحة، الوضعيات صح، الغضاريف مش مضغوطة، الشرايين مش مضغوطة. وأهم من كل هيك احنا قلنا انه الجهاز الباراسمبثاوي هو اللي بيشتغل بشكل كبير في فترة الليل، ومن اكثر الفاعلين في الجهاز الباراسمبثاوي اللي هو العصب الحائر اللي بيجي من منطقة الأخدعين من وراء، واحد على اليمين واحد على الشمال، ومن الفقرات بيدخل من السيوان في داخل الفقرات في زي حفرة، وبيطلع من هناك وبينزل وبيغذي كل المناطق الداخلية. فإذا أنا مش عامل له ستريتش أو مش مضيق عليه لأنه وضعية النوم صح، في هاي الحالة العصب هذا بتنشط وبيشتغل بشكله الصحيح. نرجع للتغذية شوي من ناحية الشغلات المغذية للدماغ. طبعا كلنا المكسرات واحتوائها على كل العناصر هذه، في عنا الأسماك والسردين والطونة وزيت كبدة الحوت وزيت السمك، هذه كلها بتحتوي على الأوميجا 3 والأحماض الأمينية اللي هي ضرورية لبناء خلايا الدماغ.